تمام. ومن يوم بقى الثامن لليوم ال 15 دي بقى تبتدي من اصعب الايام شويه، لان الجسم بيبتدي يفقد بقى ايه اجزاء كبيره جدا من المعادن الموجوده في الجسم، وكمان طبعا العضلات بتبتدي تخس شويه، البروتينات طبعا كمان من الجسم بتقل خالص، ويبتدي الجسم في حاله يعني شبه خمول بسيط شويتين. فاحنا المفروض نعوضه برده مع جانب الكلام ده برده بالسوائل، وكمان الحاجات اللي فيها الياف بقى زي الخس والحاجات اللي هي كل ما هو اخضر يعني جميل كده، ده بيظبط الجسم جدا جدا، ويبتدي بقى الجسم هنا يتاقلم بشكل اكبر من يوم الثامن لل 15. يعني اول يومين هم اصعب يومين، وبعد كده عندنا بقى لحد يوم ال 15 الجسم جفاف. خلاص يبتدي بقى ايه؟ لا الحمد لله يبتدي الجفاف يبتدي كده نبتدي بالعقل يعني الحمد لله تلاقي خلاص تتعودي يعني هو لا وهو كمان يعني زي ما انت قلت يا فاروق يعني ان الجسم بيضعف شويه او ان هو بيبتدي يدخل على العضل علشان يستمد منه الطاقه، الا اننا في الوقت ده بنحس بتحسن شويه في الحاله المزاجيه بسبب ان احنا خلاص يعني احنا تعودنا الى حد ما على فكره الصيام، فخلاص الجسم ابتدى ان هو يتاقلم شويه بغض النظر الطاقه بقى اللي هتطلع مني دي هتطلع منين، فبنبتدي ان احنا نحس بتحسن الحاله المزاجيه.